ان شاء الله. ايه طب هنرد على تفسير الحلم تاع معانا الفنان شعبان عبد الرحيم. الو الو اهلا، ازاي حضرتك؟ اتفضل. اهلا صباح الفل استاذ، ازيك؟ انا يا فندم ازاي حضرتك؟ الله يخليك. ازاي حضرتك استاذ شعبان؟ دايما بتكلمنا وبنبقى مبسوطين قوي لما نسمع صوتك. ربنا يخليك يا استاذ، الله يخليك. الله يخليك، اتفضل. الحلم ايه بقى؟ انا والله انا عايز اقول للدكتوره صوفيا اللي بمشي عليها الاول. ربنا يخليك يا استاذ شعبان، ربنا يخليك. انا استاذك دكتوره. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عايز اقول لك انا حلمت حلم اول امبارح. خير. اللي انا كنت ماشي في شارع الهرم، انا حلمت ان انا ماشي في شارع الهرم وراكب العربيه والعجله اللي مواخده اللي ورانيه ترقعت العجله فرقعت. وفعلا مشيت تاني يوم والعجله فرقعت. طيب ده طب في حلم تاني يا استاذ شعبان؟ فنان شعبان عبد الرحيم، في حلم تاني؟ لا هو ده، هو ده بس الحلم. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. حالا دكتورة صوفيا هترد عليك ونورتنا وعايزين دايما نسمع صوتك. بصي الرؤى لما تيجي للبني ادم معناها ايه؟ جزء من 46، جزء من النبوة. رفعت النبوة وبقيت المبشرات. وما المبشرات يا رسول الله؟ الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له. في رؤية صالحة وفي رؤية صادقة. الرؤية الصالحة اللي هي يعني يؤخذ بها. لما بيقول ان هو شاف موقف في الرؤية وبالفعل حصل له في الحقيقة، ده معناه ان البني ادم بيبقى علاقته بالله كويسة جدا، لدرجة ان زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب من الله حتى نعل الحذاء. يعني كل حاجة طالما البني ادم مصفي قلبه مع الله، ادق حاجة بيوريها له في منامه، ادق حاجة. فده ان دل على شيء بيدل على صلاح الحال. ما شاء الله عليك. طب حلو، ربنا يكرمك يا رب. هو فنان شعبان صراحه. دايما من دايما من الناس اللي بيبقوا معانا مهتمين بالاحلام. مهتمين بالاحلام. أيوه. وبيحلم كتير على فكره. دكتور حضرتك